بنصبح على حضراتكم مره تانية، وخلينا برضو نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونروح نتعرف منها على اخر احوال الطرق والشوارع في القاهره الكبرى وباقي المحافظات. صباح الخير لمياء. صباح الخير عليك مصطفى، صباح الخير عليكي باسنت، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. تعالوا دلوقتي بسرعه نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر قبل ما تنزلوا على اشغالكم. هنبدأ جولتنا من محافظة القاهرة بالتحديد كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية، إنما هي بسيطة مش بتأثر على معدل الحركة المرورية عليه، وده لحد منطقة رمسيس. بعديها بيكون في سيولة مرورية لحد نزلت غمرة، وبعد كده بنكمل أو بتكمل معنا السيولة المرورية لحد نهاية كوبري أكتوبر. شارع رمسيس بيشهد كثافات بسيطة وغير مؤثرة بامتداد الشارع، وبتكمل معنا السيولة لحد طريق النصر. بالنسبة لكوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية نتج طبعا عن بعض التحويلات بسبب أعمال ربط محور 26 يوليو الجديد بشارع أحمد عرابي، لكن الاتجاه الثاني فيه سيولة مرورية كبيرة. شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر كمان بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء والويلي ولغاية كوبري الساحل والأميرية كمان. أما على الأوتوستراد في سيولة مرورية نسبية بتقل بعد شوية للي قادم من مناطق حلوان ومتجه للمعادي والمقطم، أما مطلع المقطم المتجه لمحور صلاح سالم مغلق بسبب أعمال إنشائية. وناخد بالنا كمان أنه تقرر غلق طريق بن زايد الجنوبي لمدة شهر، مما يستلزم إجراء بعض التعديلات لتسيير الحركة المرورية هناك. وكمان الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير طريق الأوتوستراد والمتضمن تنفيذ كوبري دوران الخلف على طريق الأوتوستراد بمنطقة المجزر الآلي، مما يستلزم كمان غلق كلي لشارع الصيانة المتفرع من طريق الأوتوستراد لحد شارع الجزائر، وتحويل حركة المرور تجاه شارع المذبح لتنفيذ القواعد الخرسانية للكوبري. نستكمل جولتنا المرورية بشوارع الجيزة، وناخد بالنا كمان ان في اغلاقات كاملة بسبب اعمال الصيانة او التوسعة في طرق الجيزة، اولها غلق شارع الهرم كليا في الاتجاهين لمسافة 500 متر بسبب اعمال انشاء خط المترو الرابع، وده طبعا بيسبب كثافات مرورية كبيرة. الإغلاق الثاني للدائري عند تقاطع الصحراوي مع تحويل حركة المرور لنفق حازم حسن ومنه للمحور أو محور الضبعة، كمان الإغلاق الثالث عند ميدان سفنكس بالمهندسين، وده طبعا بسبب أعمال ربط كوبري 26 يوليو الجديد بكوبري 15 مايو من خلال شارع أحمد عرابي، وده طبعا عامل بعض الكثافات اللي بتزيد مع ساعات الذروة. أما محور 26 يوليو هنلاقي عليه كثافات مرورية للي جاي من أكتوبر ومتجه لميدان لبنان، إنما في الاتجاه الآخر في سيولة مرورية كبيرة للقادم من كوبري 15 مايو ومتجه لمدينة 6 أكتوبر. لو رحنا للمحاور الأخرى هنلاقي كثافات على محور صفت قبل جامعة القاهرة، في كثافات مرورية كمان في شارع السودان. لو تحولنا لمحافظة اسكندرية زي ما احنا شايفين هنلاقي بعض الكثافات البسيطة موجودة عند شارع خالد بن الوليد في منطقة ميامي، كمان في كثافات بسيطة في المنطقة المحيطة بكوبري ستانلي، وكمان في كثافات إنما متقطعة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما بواقي الشوارع الجانبية فيها سيولة نسبية. نكمل جولتنا المرورية ونروح بسرعة على مدينة أسوان ونتابع الحالة المرورية هناك، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي بيشهد الطريق حواليه كثافات مرورية. كمان في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. بكده خلصت جولتنا المرورية، ونروح نرجع مرة تانية لمصطفى وباسنت نبدأ معاهم فقراتنا. صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا شكرا لك.